الخط والرابطات باسم حزب الشراكة الموحدة لكل فروع جهات فاس البلاد، حركة شبيبة الديمقراطية تخدمية شبيبة الشراكة الموحدة لكل فروعها جهات فاس البلاد، حزب الشراكة الموحدة بفعل كما أشار الرباط حضورنا في هذه المعركة وحضورنا في هذه الوقفة هو إلا بالوضوح نقولها دعما وانخراطا في معركة الشغل واللي هي في آخر المطاف معركة كل شباب في وطننا الشريف. من بعد المراسلة، من بعد كل الخطوات اللي تسارت، من بعد كل الإنذارات اللي تعطات الجهات المعنية، يتبين أن السياسة التي يناجها أو التي تناجها هذه الأجهزة أو كل الأجهزة المسؤولة على حل ملف الشغل، لا سواء من داخل فرع تالا، لا سواء كل فروع اللي منخرطة فيها الجمعية الوطنية اللي حملت شهادات المعطلين في المغرب في النضال من أجل ملف الشغل، السياسة ديال الأدم الصماء واللي في آخر المطاف كيفاش ممكن أننا نتصدوا لها هو النضال ثم النضال. دعم الرفاق ورفيقات الحزب الشراكي الموحد من أجل الحق في الشغل، لكن أيضا وقبل الحق في الشغل وكأولوية هو الحق في الحياة، لأن لا يعقل رفيق يسلم بعملات وصل الإضراب عن الطعام اليوم 26 ولا حياة لمن تنادي من طرف كل المسؤولين وكل القائمين على الشأن المحلي، لا سواء في مدينة تالا ولا في إقليم تازا ولا في جهة ديال فاس البلاد. طبعا نحيي كل الإطارات التقدمية، كل الإطارات ديال الصف الوطني الديمقراطي اللي جات تتساند وتتخارط في المعركة ديال الشغل، لكن في المقابل يؤسفنا كثيرا أن هذه المبادرة جات شوية متأخرة، يجب أن نقولها بكل صراحة، لأن ما يمكنش 26 يوم ديال الإضراب عن الطعام مفتوح، هذه راه الحياة الرفاق، هذه راه الحياة الرفاق، ماشي سهلة، ماشي أي حاجة، 26 يوم ديال الإضراب عن الطعام، وحتى تجي هذه المبادرة صراحة تجي بشكل متأخرة، لكن ممكن أنها تدارك، ممكن أنها تدارك التضافر ديال الجهود وبإيجاد آلية محلية، سواء كانت لجنة ولا شنو ما كان، شنو مرتا أو الرفاق والرفيقات، لرئيسي أن نتفك العزلة على المعركة ديال الجمعية الوطنية اللي حملت شهادة المواطنين في المغرب فرع تالا، وأن يتحل المشكل ويتحل الملف ويتحل القضية ديال الشغل بأقرب الأجل، ثم ندمتم للنضال أوفياء على تربية الأسائل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.